هل سمعتم الصوت؟ سنعيده. هذا ما يسمى بجدار الصوت، يعني أن هذا ليس انفجاراً ولا قصفاً، ولكنه صوت يحدثه الطيران الإسرائيلي فوق الأجواء اللبنانية. غالباً ما يرعب هذا الصوت الناس ويحدث بلبلة. وقت أسمع جدار الصوت أول شيء بركض على الكوريدور، خوف، رعب. تعودنا يعني عادي، ما بعمل ولا ردة فعل، ما بعرف أصلاً أنه هذا جدار صوت بعد ما قطع. بقول أنه إسرائيل عم تزورنا، ما بتفاجأ. بنقل منموت رعبة بس يطلع جدار الصوت، منقول خلاص علقت. ما هو جدار الصوت؟ عندما تتحرك الطائرة بسرعة أعلى من سرعة الصوت يحدث ذلك موجات صوتية أمام الطائرة، تلك الموجات تنفجر وتصدر صوتاً شبيهاً بصوت الانفجار أو الرعد، يتم عادة على مرحلتين بفارق عشرات الثواني بين الصوت الأول والثاني. اعتاد اللبنانيون على خرق إسرائيل لجدار الصوت منذ سنوات طويلة، وإن كان هذا الأمر قد زاد بشكل كبير في الفترة الأخيرة. بي بي سي سألت الجيش الإسرائيلي عن سبب استخدامه هذا التكتيك في لبنان وعن رده على من يعتبره ترهيباً للسكان، فكان الجواب لن نعلق على ذلك. لكن مع زيادة استخدام هذا التكتيك لاسيما في الجنوب، بدأ أن البعض تكيف مع الصوت. فيما تستمر الحرب النفسية بين لبنان وإسرائيل بالموازاة مع الحرب الفعلية، تزيد الطلعات الجوية الإسرائيلية الوهمية. فسؤال قصف أم جدار صوت بات جزءاً من يوميات اللبنانيين، مع اختلاف تأثيره بين شخص وآخر.